الطرف المرتبط بالظلم والطغيان والإفساد يكره الإصلاح ويكره المصلحين ويسعى إلى أن يخلص المجتمع منهم، لأنهم في نظره كما كان قوم لوط في نظر المفسدين أناس يتطهرون. والطهارة في مجتمع الترف المرتبط بالبغي والفساد والإفساد طهارة مرفوضة، ولا بد أن نخلص المجتمع منها، هكذا حالهم. ولذلك تعالى إلى أي مجتمع فيه ترف مرتبط ببغي وظلم وطغيان، وبصوا بشكل خاص لبعض بلادنا اللي فيها طبقات طبقات من الملاك وأصحاب الأموال المرتبطة حياتهم بالترف المرتبط بالظلم والطغيان. أين مكان المصلحين في هذه البلاد؟ أين؟ أين دعوات الإصلاح في هذه المجتمعات؟ أين؟ لماذا؟ لأن هؤلاء لا يرغبون في إصلاح ولا يحبون المصلحين ولا يتمنون من المجتمع أن ينصلح حاله، لذلك يسعون بكل ما لهم أن ينشروا الفساد والإفساد في الأرض. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن بعض هؤلاء: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها.